Muhammad Ali did not invent the knockout punch. Elvis did not invent rock and roll. Salvador Dali did not invent painting. And we did not invent the electric car. No, we did something very different. We injected the electric car with the Audi DNA. We've combined Audi's intelligence, performance, and design to take on mud, snow, and mountains, fully connected. This is a new way to drive, with high-speed charging capabilities and the full backing of a global dealer network. It's electric, but not as you know it. I know what you're thinking. Electric, it's not for you. And you're probably right. Electric just doesn't have enough range. It will never survive the winter. Everyone knows water and electricity don't mix. No more hanging out here either. Charging stations? Good luck finding one of those. Electric just can't keep up. So, maybe an electric car isn't for you after all. Or is it? اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في فيتشر ريس لجروب بي. اليوم معنا ريس نمبر 2 لليوم اللي هو فيتشر الثاني لليوم. هلا راح نفوت بالتفاصيل للجروب بي بعد قليل. زي ما حكينا احنا بلشت هلا فيتشر بي اس بي. احنا بفتره البراكتس ل 10 مينتس اكيد راح تكون معنا فتره البراكتس. عنا بي جروب بي غيث ابو طاعه، محمد شلايبه، محمد حنيطي عفوا، عبد الله بسطامي، امجد المسمار، مصطفى جمعه، عماد حنانيه، وممدوح يونس. خلينا نحكي كمان مره عن رمضان تشالنج.
راح تكون ال رمضان تشالنج سبونسرد باي اودي ايترون. ايترون هي اجدد نحكي عفوا تم انقطاع الصوت. ايترون اجدت سلسلة من السيارات الكهربائية من اودي بالعالم. وطبعا عندنا اليوم الاس يو في هي اجدد سيارة تحت تندرج تحت الايترون. طبعا الايترون زي ما حكينا هي سلسلة راح يندرج تحتها كل سيارات الالكتريكال عفوا من اودي. طبعا زي ما حكينا اليوم معنا غيث ابو طه. طبعا غيث ابو طه احد اللاعبين اللي معروفين عندنا بعالم السيارات الرقمي بالاردن. غيث ابو طه معروف بكونه طبعا ننسى اللي شفناه هلا بس كونه افضل المتسابقين اللي معنا بعالم السيارات اللي بلشوا معنا من اوائل الناس بعالم الرياضات الرقميه بالاردن. وطبعا غيث ابو طه معروف بالديزاينز الجدا رهيبه بتكون منه على السيارة. زي ما احنا شايفين اليوم طبعا جميع المتسابقين تقريبا عم بنشوفهم بتتبعوا الديزرت فوكس كلوب ديزرت فوكس ريسينج كلوب. الديزاين تاعهم عم نشوف اللوجو تاع الديزرت فوكس. طبعا ديزرت فوكس كلوب هو الاول نادي بضم المتسابقين الاردنيين ليساعدهم يدربهم ونحكي يطوروا من هاي اللعبة. طبعا ديزرت فوكس ريسينج كلوب هو الكلوب اللي عم بيعمل الريسز الفرنديز اللي عم نشوفهم زي ما شفنا الاسبوع مش الماضي اللي قبله كان في ريس فرندلي منظم من ديزرت فوكس كلوب. محمد شلايبة برضو احد الاشخاص الجداد معنا بعالم السيارات عم نشوفه اليوم نشوف ايش اداء راح يقدم لنا اياه محمد شلايبة. محمد شلايبة شارك معنا بالجي دي ام سي الجوردن ديجيتال موتور كاب. شفنا اداء جدا رهيب منه. عندنا محمد فوق المكتوب ايضا تعودنا نشوفه معنا بالريسز تعودنا نشوفه معنا بالجي دي ام سي احد المتسابقين اللي دائما نشوفهم احد المتسابقين اللي دائما نشوف منهم اداء جدا رهيب جدا جميل. عبد الله بسطامي احد المتسابقين اللي برضه معنا من اول بطوله انعملت هو ويعني نحكي عائله البسطامي كانوا معنا من اول ريس. امجد مسمار برضه احد الريسرز اللي متعارف عليهم بعالم السيارات بالاردن. خلينا نحكي شوي عن امجد مسمار ولكن خلينا ننتقل الى الريس. طبعا زي ما كنا عم نحكي عن امجد مسمار. امجد مسمار هو احد اللاعبين اللي ايضا بلشوا معنا من اول بطوله للجي تي ام اس في 2019 كان بيفضل المتسابقين ولكن كان معروف عنده انه فيري اجريسيف امجد مسمار. ولكن بعد اكمل نحكي اكمل بطوله اكمل فيها امجد مسمار اصبح احد المتسابقين اللي بتشهد كله في ريسينج ريسينج اتيكيت جدا عالي. امجد مسمار تطور يعني نحكي مراحل كثير كبيره معانا بعالم السيارة. طبعا زي ما حكينا احنا اليوم بلاجونا سيكا هي يعني احد السيكات جدا معروفه بالعالم. لاجونا سيكا طبعا موجوده بامريكا الولايات المتحده بولايه كاليفورنيا. طبعا تاسست عام 1957 وتقريبا يعني المبلغ النهائي اللي تكلفه هاي الحلبة كانت تقريبا 1.5 مليون دولار. زي ما حكينا بيكون عليها جراند بريكس بنشوف عليها الاف اي ام بنشوف عليها الاس سي سي اي كمان ناشونال تشامبيونشيب بنشوف عليها كثير بطولات لهاي الحلبة. طبعا نحكي شوي عن
بتاعتك وكانت تيس بتاعت الحلبة فيها 11 ترن، مساحتها أو طول هاي الحلبة يبلغ 3.6 كيلومتر، وطبعا أكيد زي ما احنا شايفين هي حلبة مزخرفة. عم نشوف يعني ديزاينات جدا رهيبة من المتسابقين على سياراتهم. عم نشوف طبعا هلا المتسابقين عم بيحاولوا يعني يحصلوا افضل نتيجه بالكواليفاينج. عم نشوف الريسيرس بالستوب عم بيظبطوا اللي عم بيحاولوا يقللوا من الوقود الموجود بالسياره ليحصلوا على افضل جوله، وعم بيحاولوا يحطوا السوفت تايرز مشان يحصلوا على افضل رقم يحطهم بالبوزيشنز الاولى او اعلى بوزيشن بفتره الكواليفاينج. على حد الآن لم يتم تسجيل أي رقم من قبل الريسرس. خلينا نرجع نحكي شوي عن أودي إيترون. زي ما حكينا أودي عم بتحاول تواكب جميع التطورات، بالأحرى عم بتحاول تكون هي رائدة بعالم السيارات عشان يطلعوا الإيترون إلكتريكال فيكلز. أول واحدة من الإيترون طلع عنا الـSUV من أودي. عم نشوفهم عم بيحاول يقلل من إعلانات السيارات حول العالم، عم بيحاول يضبطوا الـEnvironment الـEnvironment friendly، زائد عم بيزودوا سرعة السيارات، عم بيزودوا قوة السيارات من كونهم إلكتريكال. زي ما إحنا نعرف إنه دائما الإلكتريكال بيعطي فورس أكبر لوجود عدم وجود احتراق. عم نشوف عماد حالانية زي ما حكينا، عم نشوف جميع الريسرز. عندنا ممدوح يونس ايضا نسينا نتكلم عنه، عندنا ممدوح يونس برضه احد افضل المتسابقين اللي معنا بعالم رياضة السيارات. ممدوح يونس بلش يعني كنا دائما نشهده بمراكز الثامنة والتاسعة، ولكن بعد يعني فترة غير طويلة صار يحقق ممدوح يونس مراكز عالية بعالم السيارات. عم نشوف اداء جدا رهيب. طبعا خليني احكي شوي عن عالم السيارات بالاردن او عالم رياضه السيارات الرقميه بالاردن. طبعا كان شبه معدومه قبل 2019 بلشت اول بطوله رقميه في اول نحكي اول ما بلش الحظر في الاردن، بلشت اول بطوله وجمعت بعض المتسابقين، وصار في عندنا بطولات يعني نحكي مش اوفيشال بين الريسرز، وصار هون نمت عندنا رياضة السيارات في الأردن. وصرنا نشوف إنه الريسرز كانوا موجودين ولكن ما كان في دعم يحكي، ما كان في حد يحكي لهم يلا تعالوا نتابع، ما كان في هاي الكوميونتي. صار انبنت هاي الكوميونتي، صار في عندنا ديزرت فورس ديزرت فوكس ريسينج كلوب، والآن عم نشوف في تطورات كبيرة من قبل الريسرز. يعني هذا الأداء هاي ال نحكي الريسينج اتيكيت، الأداء الفوكس التدريب، هذا ما كان موجود قبل 2019. كانت نحكي يعني يفوت الواحد يتسابق مع أصحابه ويطلع، ما كان في أي إشي ميجر، ما كان في بطولات، ما كان في إشي منظم. ولكن اليوم زي ما عم نشوف صاروا يجتمعوا، صار في نحكي بريفينج، صار في ميتينج، صار في يعني بطلت نحكي رياضة فقط للتسلية، ولكن الآن صار أصبحت سباقات جدية، صار في عليها عم بيصير في عنا جوائز، عم بيصير في عنا يعني تقدم كبير بعالم رياضة السيارات في الأردن. طبعا ضايل 50 ثانية بتفصلنا عن فترة الكواليفاينج، ولكن أكيد رح نشوف بعد 50 ثانية السيستم رح يعطي الريسرز 2 مور مينتس يكملوا جولاتهم. صاحب أفضل جولة حتى الآن اللي هو أمجد مسمار في المركز الأول بدقيقة 29 ثانية في 175 جزء من الثانية، يلي
عبد الله بصام بالمركز الثاني، حنيطي بالمركز الثالث، غيث ابو طاعه بالمركز الرابع، مصطفى جوع بالمركز الخامس، عماد حنانية بالمركز السادس، محمد شرايبي بالمركز السابع، ممدوح يونس في المركز الثامن. طبعا هذا كله ممكن يتغير باخر لحظات من الكواليفاينج وممكن يتغير خلال الريس. زي ما حكينا ما راح يكون في عندنا رولينج ستارت، راح يكون في عندنا جريد ستارت وذ فورس تشيك ستارت، اللي راح تعطي نحكي انتنسيتي اكبر لبدايه الريس. وكل الريسز راح يبلشوا مع بعض على انطلاق عند الضوء الاخضر، في حال انه دعس بنزين قبل الضوء الاخضر او دعس بنزين بعد بفتره من الضوء الاخضر راح ياخذ بنالتي اكيد، وهاي راح تعطي تشانسز اكبر للي بالمراكز اللي خلف مش عشانها رولينج ستارت. خلينا نحكي شوي، طبعاً هذا رح نبدأ فترة بلشوا الريسل ينهوا جولات الكواليفاين، مثل أمجد مسمار أنهى بالمركز الأول، غيث ما زال تكمل معنا بفترة الكواليفاين. طبعاً أكيد رح نحكي عن الاستراتيجيات اللي تبعوها الريسلز عن بداية السباق. طبعاً شفنا في أكثر من استراتيجية متبعة بالجروب A، زي ما شفنا إحنا كان في أكثر من استراتيجية، في ناس بلشوا على السوق، في ناس استخدموا الهارد تايرز وقرروا إنهم ما يعملوا أي ستوب خلال الريس، ولكن اللي بيستخدم الهارد تايرز بيضطر إنه يعمل فوكس على الفيول عشان ما يعمل أي ستوب، في حال إنه قدر يكمل بدون ما يعمل اي ستوبس للفيول، طبعا هاي بتمكنه انه يحصل مراكز احسن. انا بالمركز الاول امجد مسمار، بالمركز الثاني غيث ابو طاعه، بالمركز الثالث عبد الله بسطامي، بالمركز الرابع محمد حنيطي، بالمركز الخامس عماد حنانية، بالمركز السادس مصطفى جمعه، بالمركز السابع محمد شلايبة، بالمركز الثامن ممدوح يونس. طبعاً هلأ عند الانطلاق راح يصير فيه شوية تغييرات، خلينا نحكي شوي أيضاً عن الاستراتيجيز المتبعة. أمجد مسمار بريسينج هارد زي ما احنا شايفين، غيث أبو طاعة ريسينج هارد، عم نشوف ممكن يصير فيه تغيير كتير كبير على البوزيشنز بأول السباق زي ما احنا شايفين. عم نشوف في بامبينج بين مصطفى جمعة عفوا ومحمد شرايبة، عندنا غيث أبو طاعة عم بيطلع للمركز الأول على أول ترن بعد انطلاق السباق. عم نشوف يعني في ازدحام شوي صعب على غيث إنه بيطلع يتعدي المراكز بأول السباق، بسبب إنه ما بدهم يستقبلوا في السباقين الثانيين ويسببوا أي مشاكل. عماد حنانية لحد الآن في المركز الخامس، مصطفى جوع في المركز السادس، ممدوح يونس في المركز السابع، عم زي ما احنا شفنا طلع بوزيشن محمد شرايبة بالمركز الثامن. أمجد مسمار ما زال محافظ على المركز الأول، حنت في المركز الثاني. نرجع نشوف الاستراتيجيز المتبعة زي ما حكينا، حنيطي أمجد مسمار على ريسنج هارد، عندنا حنيطي على ريسنج سوفت، يعني على حنيطي انه يعمل بيت ستوب، فهون بتصير الاختلاف عليه انه يفتح اكبر جاب ممكنة بالريسنج سوفت باول جولات له قبل ما يعمل اول بيت ستوب ويغير للريسنج هارد تايرز، لانه الريسرز اليوم مجبورين يستخدموا الهارد تايرز، في حال انه ما استخدموا الريسنج هارد تايرز راح يصير في عليهم بنالتيز او ديسكواليفيكيشن من راوند نمبر 1. عم نشوف حنيطي عم بحاول يحصل المركز الاول بالريسينج سوفت تايرز، امجد مسمار بالمركز الثاني، لانه في اختلاف بالسرعه لما نحكي بين الريسينج سوفت ميديوم وهارد، يعني السوفت اسرع من الريسينج هارد تايرز، الجريب تختلف، السرعه بكل لاب برضه بتعطي ادفانتج كبيره لمحمد حنيطي، فهون على محمد حنيطي انه يحاول يفتح اكبر جاب ممكن بينه وبين امجد مسمار لعمل ما يعمل اول كتير.
تطبيعيا للريسينج هارد مشان يكمل متطلبات هذا السباق. نرجع لأمجد مسمار بالريسينج هارد، غيث الرطاعة بالريسينج هارد أيضا عم نشوف عم بيحاول إنه يطلع عن أمجد مسمار. محمد شلايبي أيضا بريسينج سوفت برضو أيضا عليه إنه يعمل بيت ستوب ويغير الإطارات. عم نشوف إطارات محمد شلايبي بتبقى بنسبة كبيرة عالية من أول 2 لابس، زائد عنا الفيول عنده برضو نسبة استهلاك الفيول جدا عالية. عبد الله بسطامي بريسينج هارد، عماد حرني أيضا ريسينج هارد، ممدوح يونس أيضا بريسينج هارد، أو ممدوح يونس أتوقع هيلوف كنترول طلع شوي عن التراك، مصطفى جمعة بريسينج هارد. فعم نحكي هلا محمد شلايبي وحنيطي عليهم يعملوا بيت ستوب ويغيروا من صف لهارد. هاي بترجع للاستراتيجيز المستخدمة بين هدول البلايرز، إمتى يعملوا هاي البيت ستوب وإمتى يغيروا وقديش لازم يعملوا ريفيول. أما بالنسبة للي حاطين معنا ريسينج هارد هدول يعني متطلب منهم يحاولوا على كمية الوقود الموجودة عشان ما يعملوا أي بيت ستوب ويكملوا الريس بدون أي بيت ستوب. عم نشوف محمد شلايبي وغيث أبو طاقة في يعني عم نشوف بانت بايت بيناتهم. أمجد مسمار كاد أن يخرج عن السيطرة ويطلع على الفعل. عم نشوف صار في عنا شوية جابس بين الريسرز. هلا بلش يبين البوزيشنز مش زي بداية أول سباق. هلا عم نشوف عماد حنية مسيطر على المركز السادس، عم يحاول انه يقترب من عبد الله بسطامي وممدوح يونس بالمركز السابع ومصطفى جمعة بالمركز الثامن. طبعا زي ما حكينا احنا خبرنا الريسرز التراك امبارح بالليل على الساعة 9، اعطيناهم فترة محدودة من التدريب على هاي السيركت، اعطيناهم كلهم نفس الفترة، ما كان حدا عارف قبل حدا او ما كان نحكي حدا عنده مجال يدرب اكثر من حدا. من الساعة 9 للساعة 9 معك 24 ساعة تدرب، ما قدرت تدرب يعني لاغونا سيكا احدى السيركتس اللي كتير يعني بتتابعوا عليها هدول الريسرز. لاغونا سيكا احدى السيركتس كتير عم نستخدمها، الكثير بنشوفها موجودة معنا بعالم السيارات الرقمية، كونها احدى السيركتس اللي بدرج فيها جميع انواع التكنيكاليتيز، فيها تيرنز، فيها كوركسكرو، فيها نحكي طلوع، فيها نزول، فيها ستريتس. عم نشوف غيت ابو طاعة عم بحاول اقتراب من امجد مسمار يلي محمد شلايبي. عم نشوف هون في فايت جدا رهيبة، غيت ابو طاعة عم بحاول يطلع عن امجد مسمار. امجد مسمار عم بحاول هون يعني عم بيكون بالديفندينج بوزيشن، امجد مسمار عم بحاول الحفاظ على مركزه عشان يتمكن يعني نحكي بعد ما محنيطي يدخل على البيت ستوب يصير بالمركز الاول. يعني هون امجد مسمار بده يركز على اشياء، اول اشي يحافظ على الوقود الموجود عنده بالسيارة، ثاني اشي يحافظ على مركزه. عم نشوف غيث ابو طاعة عم بحاول يطلع ولكن لا، امجد مسمار على الانر سايد من الكورنر، فهي بتعطي الادفانتج غيث ابو طاعة. محمد شلايبي امجد مسمار باداء جدا رهيب، غيث ابو طاعة عم بحاول يستفيد من السليب ستريم ويطلع على امجد مسمار، نفس الاشي محمد شلايبي عم نشوف فايت جدا رهيب. غيث ابو طاعة واو، غيث ابو طاعة طلع عن امجد مسمار وصار في المركز الثاني. شلايبي عم بيحاول يطلع سايد باي سايد مع امجد اسبرتو، طلع عن امجد مسمار. اوه امجد مسمار رجع للمركز الرابع بعد ما طلع عنه غيث ابو طاعة ومحمد شلايبي، وامجد مسمار طلع عن التراك. واو امجد مسمار، بدنا نعرف ايش صار معاه بعد الريس، اكيد بدنا نعرف شو صار معاه. يعني طلعوا عنه وطلع عن التراك امجد مسمار. نتمنى لك السلامة أمجد مسمار، وإن شاء الله كل شيء يكون معاك منيح.
شلايبه وغيث ابو طاعه انتقلت مركزهم للمركز الثاني والثالث. حنيطي ما زال مركز مسيطر على المركز الاول زي ما احنا شايفين اطارات حنيطي جدا محتلي الاطارات الاماميه هون. يعني زي ما احنا شايفين كمان اجل البيت ستوب للاب يمكن رقم 7 طبعا هون راح نشوف يعني نسبه الانزلاق راح تصير عند حنيطي اكبر، عدم السيطره على السياره راح يصير اكبر. خلينا نشوف راح يتمكن او يعني هاي نحكي فيها ريسك كبير يا انه ياخذ الريسك اللي هو اخذه اوريدي ويحصل اكبر جاب تفيده لقدام بالمراكز اللي يضل يحافظ على اكبر نسبه من النقاط ممكن يحصلها، او انه راح يرجع مراكز، او انه يعني لا سمح الله نحكي ممكن تفتت معه. غيث ابو طاعه بحاول الانتقال للمركز الاول 3.5 سكند بين غيث ابو طاعه وحنيطي، ولكن عم بتشوف غيث ابو طاقة فتح الجاب بينه وبين محمد شرايبي صارت 1.7 سكند. عم بتشوف شرايبي وامجد مسمار جدا متقاربين هون، ممكن نشوف في تغيير ايضا. يعني امجد مسمار طلع على التراك ما زال مسيطر او نحكي ما زال محافظ نوعا ما على ادائه ورجع للفايت. خلينا ننتقل شوي للمراكز اللي ورا نشوف اذا في عندنا ما عندنا ممدوح يونس ومصطفى جمعه. عم نشوف ممدوح يونس ومصطفى جمعه، عم نشوف حنيطي عفوا حنيطي دخل على البيت ستوب رجع للمركز السادس. خلينا نشوف بعد البيت ستوب ايش ممكن يعمل. عندنا البيت ستوب زي ما حكينا الشلايبه بالمركز الثالث هو امجد مسمار، عم نشوفهم سايد باي سايد. محمد شلايبه رجع للمركز الثالث، امجد مسمار رجع للمركز الثاني، واتوقع هون امجد مسمار بيكون حافظ على المركز الثاني بعد ما اتعدى عن محمد شلايبه. خلينا نشوف اذا ممكن يحافظ على هذا المركز. زي ما احنا شايفين محمد شلايبه بالريسنج سوفت هذا اداء بلش اداء الاطارات بلش يهتم، بلش اداء الاطارات ينزل زي ما احنا شايفين هون. محمد شرايبي هاي يعني زي ما نحكي الريد فلاج لازم يفوت على البيت ستوب زي ما عمل حنيطي. عم نشوف هلا محمد حنيطي طلع من البيت ستوب بوقود نص تانك. خلينا نحكي محمد شرايبي لازم يفوت على البيت ستوب، يعني اطاراته جدا مهتريه هون راح تصير فيري سليبري السياره تاعته، ما راح يفقد السيطره عليها، ما راح يتمكن انه يسيطر على السياره فور وان مور لاب الا اذا كان يعني كمان لا ننسى انه عليه اشبار يستخدم الريسنج هارد. امجد مسمار عمل فارق بينه وبين محمد شلايبه اللي يسمح 1.4 سكند، وعم بيحاول تقليص الفارق بينه وبين غيث ابو طاعه اللي تصير 3.7 سكند. في عم نشوف بنالتي صارت على امجد مسمار 0.5 سكند لانه كونه طلع على الفارق. عم نشوف عماد حاليا في المركز السابع الخامس عفوا، عبد الله مصاب للمركز الرابع، مصطفى جمعه طلع للمركز السادس بعد ما حنيطي رجع للمركز الثامن. يعني حنيطي بعد ما كان بالمركز الاول بالريسنج سوفت صار يعمل بيت ستوب يرجع للمركز الثامن. فاتوقع هون احنا نوعا ما تكونت عندنا فكره ايش احسن استراتيجي تبعها. يعني الاصحاب الريسنج هارد تايرز تمكنوا انهم يحافظوا على البوزيشنز تاعونهم او يطلعوا مراكز. اما بالنسبه للريسنج سوفت زي ما احنا شفنا حنيطي رجع للمركز الاخير بعد ما كان بالمركز الاول بعد 1 بيت ستوب. غيث ابو طاعه ما زال محافظ على المركز الاول بفارق 4.5 سكند بين من ابو مسمار. عم نشوف في جمهور غيث ابو طاعه وجمهور عماد يعني مولعين الدنيا على يوتيوب. خلينا نشوف مين ممكن اليوم يكون صاحب اقوى تشجيع بهاي التورنمنت. طبعا اكيد الكميه التشجيع او كميه الناس اللي بتشجع تلعب دور كبير بهاي البطولات، تلعب دور كبير عند نحكي المعنويات الريسر، تلعب دور جدا كبير باي رياضه سواء كانت سيارات او غير سيارات. التشجيع يكون في ناس يعني بتوقعوا منك اداء جدا كبير، هذا ايضا بحط عليك ستريس، ولكن ايضا بيعطيك نوعا ما من الريسبونسبيلتي. انت ما عم تلعب لحالك، في ناس عم بيستنوك، في ناس متوقعين منك اداء افضل. عم بتشوف في عندنا عماد حريريه، محمد شرايبي، والاسطامي عبد الله،
بالمراكز الثالث والرابع والخامس عم نشوف سايد باي سايد فايتس وعماد حنانية. واو 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 عماد حنانية طلع عن عبد الله بسطامي، راح يقدر يطلع عن محمد شلابي؟ لا لا لا، صار في بامبينج منعته يطلع. عبد الله بسطامي طلع للمركز الثالث، محمد شلابي يرجع للمركز الرابع، عماد حنانية للمركز الخامس. عبد الله بسطامي اوفر تيك جدا رهيب. الله بستان يتمكن انه يطلع للمركز الثالث زي ما احنا شايفين، صار في نوعا ما من جاب يعني بعد هاي الفايت السريع. عماد حنانية واو، عماد حنانية رجع لعبد الله بستان، عماد حنانية عم يستفيد من سليب ستريم من امجد من عفوا عبد الله بستان. خلينا نشوف ممكن يطلع، يعني كل شيء ممكن لسه ضايل 7 مينتس تقريبا لنهايه هذا السباق. ممكن عماد حنانية يحصل المركز الثالث ولا لا؟ عم نشوف عبد الله بسطامي طلع شوي على التراك، اكيد اخرته نوعا ما. امجد مسمار ما زال في المركز الثاني بفارق 4.2 سكند. عم نشوف عبد الله بسطامي ب بنالتي 0.5 سكند على عبد الله بسطامي بعد ما طلع على التراك. هاي ممكن تاثره او تنزل مركزه زي ما احنا شايفين، عشان عماد حنانية جدا قريب منه. عم نشوف بيت ستوب لمحمد شلايبه باخر 6 دقائق. محمد شلايبه بالسوفت الان، يعني انا عندي فضول اعرف نسبه احتراء الاطارات على الاخير. ما بعرف كيف محمد شلايبه قدر يكمل لتم لابس في ريسنج سوفت. عم نشوف كمان بنالتي على عبد الله بسطامي 0.3 سكند، يعني اتوقع عبد الله بسطامي مش كثير متقبل الستريس اللي عنده اياه بالديفندنج. عم نشوف عبد الله بسطامي كثير عم بيطلع على التراك، هذا معناته عم بيتعرض لضغط كبير. زي ما حكينا الواحد عليه ل 20 دقيقة يضل محافظ على الأداء، يضل محافظ على ال 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 بيحكي الفوكس. فهون عبد الله بسطامي اتوقع بلش يخسر هذا الفوكس، بلش يخسر الفايت ضد التركيز. عبد الله بسطامي شوي عم بيطلع على التراك، عم بنشوف بلنتيز عم بتصير عليه، ولكن أيضا يعني عم نشوف عم بيحاول يشيلها اول باول، ما عم بتجمع عليه البنالتيز. عماد حنانية ما زال مش قادر يطلع على عبد الله بسطامي حتى الان. ضايل 5 دقائق وتقسمها كل شيء ممكن. بصراحه يعني اوفرتيك جدا رهيب من عبد الله بسطامي وعماد حنانية. ايضا عماد حنانية سوى بامبر تو بامبر. واو واو، عماد حنانية اتوقع راح يطلع عن عبد الله بسطامي. نعم عبد الله بسطامي خسر الفايت ضد التركيز. عبد الله بسطامي ما قدر يسيطر على الديفندنج بوزيشن، طلع عنه عماد حنانية. برافو عماد، بصراحه اداء جدا رهيب. عماد حنانية يعني زي ما نحكي عمل ستريس ليفل كثير عالي عند عبد الله بسطامي. عبد الله بسطامي خسر هاي المعركه، نحكي ما قدر يسيطر على التركيز ساعه، ما قدر يسيطر بعد 15 دقيقة من التركيز من الريسينج. عبد الله بسطامي خسر السيطرة على السيارة. هاي بتحط عماد حنانية بالمركز الثالث. عم نشوف مصطفى جمعة طلع للمركز الخامس، ممدوح يونس في المركز السادس، حنيطي وشلايبة بعد الاستراتيجي استخدموها رجعوا للمراكز السابع والثامن. عم نشوف في بنالتيز على عبد الله بسطامي ومصطفى جمعه 0.2 سكند. عماد حنانية الفرق بينه وبين بسطامي اصبح 3.6 سكند بعد ما عبد الله بسطامي فقد السيطره على سيارته وطلع اوف تراك. امجد مسمار ما زال في المركز الثاني محافظ على الاداء، وغيث ابو طاعه في المركز الاول ايضا محافظ على اداءه، وعم نشوف عليه بنالتي ولكن يعني شالها بكل سهوله بدون اي مشاكل بسبب انه كثير بعيد عن المركز الثاني، نحكي 4.8 سكندز قبل البنالتي. صاحب افضل جوله حتى الان محمد شلايبي ب الدقيقه 27 الثانيه 973 جزء من الثانيه. يعني اتوقع هون حنيطي وشلايبي اكيد يرجعوا إعادة النظر بالاستراتيجية اللي استخدموها أكيد بالسبرنت ريس، ما راح يستخدموها علما أن السبرنت ريس هو فقط 10 دقائق.
طبعا اكيد بعد هذا الريس رح ننتقل لفيتشر ريس A من السباق من جروب A. ابو طه بالمركز الاول، امجد مسمار في المركز الثاني، عماد حنيه بالمركز الثالث، بسطامي عبد الله في المركز الرابع، مصطفى جمعه بالمركز الخامس، ممدوح يونس السادس، حنيطي بالسابع، محمد شلبي بالمركز الثامن. عم تشوف نوعا ما تشكلت عنا البوزيشنز حتى الان، الارقام ثابته، الجابس بين الريسرز ثابته، ولكن كل شيء ممكن. يعني اي غلطه ممكن تصير عند اي ريسر باخر دقه و40 ثانيه ضايله، ممكن تسبب تغيير بالبوزيشنز. عماد حاليا ب 5.2 سكند، مصطفى جمعة في المركز الخامس في ثلاثي، عم نشوف هون سايد باي سايد حنيطي وممدوح يونس. حنيطي طلع ممدوح يونس بآخر دقيقة من السباق، عم نشوف حنيطي عم بيحاول يحصل مركز ممدوح، ممدوح يرجع للمركز السابع. واو، بآخر دقيقة زي ما احنا شايفين صار في اوفرتيك من حنيطي، عم بيحاول يعوض من البوزيشن اللي راحوا عليه. طبعا زي ما حكينا نشكر اودي جوردن لدعمهم لهذا السباق، لدعمهم بطولة رمضان اللي تسمت ايترون. اودي او جوردن هم الاوفيشال سبونسرشيب سبونسر عفوا لهذا هاي البطوله. عماد حانمية عم بيحاول يشيل البنالتي، نعم زبط انه يشيل البنالتي قبل نهايه هذا السباق، بقي 7 ثواني بعديها راح كل ريسر راح يخلص اللاب اللي ضايل عليه. غايد ابو طاعه حتى الان في المركز الاول، جاب ما زالت مستمره بنحكي تكبر، صارت 7.8 سكند. مبروك لعبد الله بسطامي المركز الرابع، غيث عفوا مصطفى جمعه بالمركز السادس، ممدوح يونس في المركز السادس، حنيطي في المركز السابع. طبعا السبب انهم خلصوا قبل نهايه السباق، او قبل نحكي غيث قبل المراكز الاولى الثلاثه، هي لانه السيستم بيعرف انه ما راح يلحقوا يكملوا الريس مع باقي المتسابقين، فهون بثبت توقيتهم وبثبت البوزيشن بتاعهم. محمد شلبي في المركز الثامن حتى الان، غيث ابو طاعه في المركز الاول، امجد مسمار الثالث، عماد حنيه عفوا امجد مسمار الثاني، امجد وعماد حنيه المركز الثالث. عم نشوف جابس كبيره، الفرق بين عماد حنيه وامجد مسمار 11 سكندز، بين حنانية والمركز الأول غيث أبو طاعة 20 seconds. يعني عم نحكي هاي جابس شوي صعب إنه الواحد يسكرها على آخر لاب. يعني بنقدر نحكي مبروك لغيث أبو طاعة المركز الأول بالفيوتشر ريس. هلا راح نفوت لسبرنت ريس لجروب A. عم نشوف تشجيع كبير لغيث ابو طاعة. الف مبروك للريسرز، يعطيكم الف عافية. يعني بصراحة اداء جدا رهيب، اداء جدا رهيب بعد يعني الضغط اللي صار عليهم 20 minutes من الريسينج، 20 minutes من الـ نحكي الأداء الرهيب. ويعطيكم ألف عافية، وأكيد رح نشوفكم هلا بـ سبرنت ريس بي.